اخبار اسكندريه كانت ايه النهارده؟ يعني احنا خلاص بقى فطرنا والصبح بقى كنا البيض والفسيخ والرنجه الظهر، يعني مقضيينها كده النهارده. يا رب الناس كلها تتبسط يعني وتبقى بخير. يا رب يا طب رب. مني على اسكندريه، المواقف في اسكندريه كان ايه؟ هو الحقيقه احنا في اسكندريه بالنسبه لشم النسيم والاعياد الاخوه المسيحيين احنا بنستعد بقى لنا فتره. أيوة. الحمد لله اليوم النهارده احنا بدانا باعاده احياء مهرجان الزهور مره اخرى في اسكندريه. أيوة. كان بقاله فتره مش موجود، فكان أيوة. النهارده احتفال مهرجان الزهور وعربيات الزهور كانت بتجوب الكورنيش وبعض احياء المدينه، وبعدين خرجت في نهايه اليوم. شكل الزهور مع البحر بقى ومع الناس كده اكيد طبعاً كان يعني. منظر يجنن. ايوه وخرجت في نهايه الرحله بتاعتها انها دخلت على مدخل اسكندريه حيث تستقبل الزوار بعربيات الزهور. لا ده الوضع بالنسبه لنا في بدايه اليوم. النهارده الحقيقه برضو كان تواكبا مع احتفالات باعياد الربيع، عدنا احياء ساعه الزهور مره اخرى، والحقيقه تم تجريد الساعه كامله. أيوة. وتم عمل يعني اشترينا ساعه جديده يمكن احد المتبرعين تبرع بها واستوردها من الخارج، اللي هي الماكينه نفسها. أيوة. وتم تجهيز الزهور وتم زراعه الساعه مره اخرى، يعني ساعه الزهور دي ساعه تاريخيه. بدايتها كانت في ايام الرئيس جمال عبد الناصر، فتم احيائها مره اخرى وافتتحناها النهارده تواكبا مع اعياد الزهور. كان عندنا ثلاث معارض للزهور على مستوى اسكندريه في اماكن مختلفه وحدائق مختلفه. الشواطئ كنا شغالين عليها بقالنا فتره بالنسبه لتجهيزها لاحتفالات شم النسيم. والتامين الخاص بالشواطئ بحيث ان المصطفين واللي موجودين على الشواطئ تبقى الخدمه موجوده بالنسبه لهم، وكذلك التامين يكون موجود بالنسبه للشواطئ. الحمد لله اسكندريه النهارده كانت سعيده والناس كلها مبتهجه باعياد الربيع يعني. الحمد لله. دول الاسكندرانيه مش كده؟ لا مش الاسكندرانيه بس، اسكندرانيه وزوار اسكندريه. مين بقى النهارده كان من زوار اسكندريه بقى؟ زوار اسكندريه النهارده كانوا كتير الحقيقه، طبعا زي ما حضرتك عارفه من كل محافظات مصر. يمكن احنا برضو النهارده الصبح قابلنا مجموعه من الزوار الاجانب من خارج مصر، قابلونا في مهرجان الزهور والحقيقه وقفوا احتفلوا معانا، يعني كانوا هم في الحافله بتاعتهم. وقفوا الاتوبيس بتاعهم ووقفوا ونزلوا احتفلوا مع موكب الزهور، يمكن اخذوا بعض الصور، يمكن احنا نزلنا خبر حتى كمحافظه خاص بيهم. نعم. يعني مشاركه بعض الاجانب اللي بيزوروا اسكندريه. حلو ده قوي. المهرجان الحقيقي هايل. ايوه. فكان موقف يعني من المواقف الجيده صباحا يعني. اسكندريه غير اخواننا الاسكندرانيه كان فيها اجانب غير مصريين النهارده. كان فيها اجانب غير مصريين النهارده ونزلوا احتفلوا معانا. مين بقى من زوار؟ هل كان في يعني انا هنا بتكلم بقى على مدخل اسكندريه، هل في بقى كان ناس من القاهره موجوده من محافظات مجاوره جت قضت شم النسيم وممكن تكون لسه ما رجعتش؟ هو حضرتك ما زال زوار اسكندريه من المحافظات المختلفه، طبعا من القاهره اكيد فيهم، من كل محافظات مصر. حضرتك عارفه يعني اعياد شم النسيم واعياد الربيع. أيوة. كل الناس بتحب انها تكون موجوده على الشواطئ وتستمتع، وكل الزوار ما زالوا موجودين. انا في اعتقاد ان هو ممكن يغادروا اخر اليوم، او انت عارفه حضرتك ان الاسبوع ده هيبقى يوم الاربعاء كمان اجازه عيد العمال. كل سنه وانتم يعني كلهم طيبين. وحضرتك طيب. فكتير من الـ من الـ من الزوار اللي واخدين اجازه هيكملوا لغايه يوم الاربعاء يعني. ايوه دول من هم خارج اسكندريه. اكيد في تجهيزات، بس لانه دخول شهر رمضان كل سنه وحضرتك طيب، وبعد العيد هيبقى في تجهيزات طيب بقى من دلوقتي لفصل الصيف، الناس تصيف بقى في اسكندريه. حضرتك احنا شغالين دلوقتي بالنسبه للتجهيز لفصل الصيف، هو مش فصل الصيف برضه الحقيقه يعني. ايوه. حضرتك عارفه ان اسكندريه مشكلتها الرئيسيه ان احنا عشان نقدر نشتغل على البنيه التحتيه واعاده تاهيل الشوارع والمشاريع اللي بتشتغل في الشوارع، ما بنقدرش نشتغل في فترة الشتاء لأن بتبقى النواة متلاحقة ورا بعضها، وده طبعا ده بيأثر على الأعمال والمشاريع اللي بتتم على الأرض. نعم. يمكن حضرتك احنا بدأنا بعد انتهاء النواة مباشرة شغالين على مشاريع كتير على الأرض في تجديد البنية التحتية وإعادة تأهيل الطرق داخل اسكندرية وتجميل اسكندرية مرة أخرى وإعادة رونقها الجمالي من دهان الأرصفة وتجهيزها والبردورات في الشوارع. ده شغالين عليه بشكل كويس قوي ومستمرين فيه بحيث ان احنا اسكندريه تتجمل مره اخرى لاستقبال فصل الصيف وزوارها في فصل الصيف. فده شغالين عليه بشكل كبير، كل الاحياء شغاله وكل المستنفذين شغالين على الارض وفي الشارع.
على اساس انه على العيد يبقى كل الشغل ده خلص. ها ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله اتفضل. حدث ثاني مهم كمان البطوله الافريقيه. ايوه برضه ده من الاحداث المهمه اللي اسكندريه هتكون من المستقبلين للبطوله الافريقيه. عندنا مجموعه من الماتشات على استاد اسكندريه، وبرضه ده من المستهدف بالنسبه لنا. اسكندريه تكون ان شاء الله عروس تستقبل هذه البطوله. ايه اللي هيبقى جديد يا فندم لاستقبال الدوره؟ والله احنا شغالين بالنسبه لاستقبال الدوره اعاده تاهيل استاد اسكندريه مره اخرى، بنعيد تاهيله مره اخرى. انت عارف حضرتك ان استاد اسكندريه ده استاد بلديه الاسكندريه. نعم. وهو استاد طابع تراثي تاريخي يعني، فاحنا بنعيد تاهيله مره اخرى. اعاده التاهيل بتراعي البعد التراثي والتاريخ الخاص بالاستاد داخليا وخارجيا كذلك حول الاستاد. بنعيد تاهيل البنيه التحتيه اللي موجوده حول الاستاد، يمكن المنطقة الخاصة بحديقة الإسعاف، ومستمر المناطق كلها حتى مدخل الإسكندرية، وتجهيز كل المناطق اللي موجودة سواء إذا كانت بالخدمات اللي ممكن يحتاجها الزوار أو المشاهدين للمباريات حوالين الإستاد بصورة حضارية وبصورة جيدة. أهم حاجة دي فكرة الصورة الحضارية لمصر. يعني لما أتكلم حضرتك على الـ على الـ على الـ على الحمامات موجودة. أيوة. وبصورة حضارية. نعم. بنتكلم على حاجات كتير، أماكن يقدروا يتناولوا فيها القهوة أو يقدروا ياخدوا فيها المأكولات السريعة. صحيح. كل ده يتم ان شاء الله حوالين المنطقه، وهيبقى بصوره حضاريه وصوره مشرفه ان شاء الله. ان شاء الله يا فندم، كل سنه وحضرتك طيب. بشكرك شكرا جزيلا دكتور عبد العزيز كنسوه محافظ.